تعال ننتقل لموضوع تاني بقى، استفتاء افضل فيلم كوميدي. بس هبدأ الاول، هو في افلام كوميدي طلعت؟ طبعا مصر دي، مصر عنوان الكوميديا. انت تروح في اي حته صح، اقول لك، اقول لي اخر نكته، اقول لي بتاع. الموسم ده في افلام لا كوميدي؟ مش عشان الموسم، احنا بنتكلم في المطلق. لا، في المطلق مصر مليانه كوميديا. ايوه، المواطن المصري مواطن كوميدي جدا ما في تس في في حياته. في تسليم اهلي، فيلم كوميدي المعروض مؤخرا، ضحكك؟ يعني يضحك الاستاذ طارق، هو ده المهم. الدنيا عامله شغل كويس. في يعني عنده مشكله في انه الشكل غير المضمون، بيكسر الفانتازيا بواقعيه، يعني مش قادر يضبط القانون. لكن مثلا انك تقدم يعني دنيا مؤكد، ده افادها. تعرف النجمات في مصر مقهورات بقى لهم اكتر من 20 سنه. بس الدنيا مش مقهوره يعني. ايه؟ دنيا مش مقهوره. لا البنات مقهورات يعني كبطلات. يعني السينما رجل، الدراما التلفزيونيه لا، في رجل وفي امراه كابطال. السينما نادرا ما بتجد انه نجمه، فالدنيا دي خطوه لها، حتى لو شاب الخطوه بعض المشاكل، لكن لا شك انها خطوه. وبتشوف الموسم بتاع الافلام او الموسم ده الافلام الكوميديه اللي فيه مين يجي نمره واحد؟ ما احنا قلنا ما فيش كتير الحكايه، يعني ما فيش العدد. واحد اثنين ثلاثه، وقال لسه الموسم مخلص، يمكن ربنا يبعت. دي مش عادة الأستاذ طارق الشناوي أبدا. لا أبداً عشان لسه أبداً. لا أصل لسه احنا في شهر 9، ولسه قدامك 3 شهور، يمكن ربنا يبعت حاجة كويسة. إيه الأفلام اللي شفتها؟ لا شفنا، ما احنا اتكلمنا عليهم، ما شفنا كيرة والجن واتكلمنا عنه. حلو، اتكلمنا عليه. بتكلم عن الأفلام الكوميدي، هم أظن في الموسم ده 3 صح؟ اللي هم إيه؟ طب فكرونا بيهم. عمهم اكشن، محمد يعني عادل امام. عمهم ده اكشن، محمد عادل امام بيلعب اكشن كوميدي. لا أيوة، لو بس هو التصنيف ده موجود يعني الفيلم لما يعني تحطه، وده بقى يدخلك للاستفتاء. لما تحط يعني اي فيلم بيبقى نوع، واي نوع ممكن يبقى فيه حاجات تانية. يعني مثلا احنا بتوع الاتوبيس ده مش ممكن يبقى فيلم كوميدي، هم حاطينه فيلم كوميدي. طب ازاي؟ هتقول لي في مناطق بتضحك، اوكي. بحب السيما، فيلم عظيم اجتماعيا، لكن هل هو فيلم كوميدي؟ لا. هتلاقي فيه مشاهد، ايوه، ما لازم يعني، عايز اقول ما فيش فيلم يخلو من ان يبقى فيه حاجه لنوع اخر، بس هو النوع. فطبعا من الاول هو مشكله الاستفتاء انه من الاول فيه كذا خطا. اولا دخلوا فيلم تلفزيوني اللي هو فوزيه البرجوازيه مثلا، ده فيلم تلفزيوني. صح. وده نوع، والفيلم السينمائي نوع، وبالذات خالص. لما النقاد يكونوا هم اللي بيقيموا، فلازم يبقى الانواع محدده. ده كان برضو خطا، فكان من الاول كان محتاج يعني هذا الاستفتاء. فكرته حلوه، زي ما قبل كده اتعمل برضو استفتاء السينما النسائيه او سينما المراه، كان مهرجان اسوان برضو كان عنده مشكله في الاختيارات، واخد بالك؟ لازم من الاول تبقى انت محدد النوع ومحدده صح، وكده يبتدي مساله التقييم. في التقييم في حاجات كتيرة أثارت تساؤلات. نقول بداية إنه مفيش استفتاء لا يثير تساؤلات، وأي نتائج لازم تثير. دائما ما بتبقاش مقبولة من الجميع. من الكل، لازم. أكيد فيها اختلافات. لازم طبعا. ولكن لما بنصل لمنطقة فيها منطق خلاص. يعني الاستفتاء مثلا من وجهة نظري كان لازم يبقى يقوم على فكرة إزاي نصوت. كل واحد ياخد، يعني أنت بتختار 100 فيلم. افضل 100 فيلم. بتدي صوت لكل فيلم. هم عملوا حاجتين، خلوا ان انت بترتب الافلام. طيب 32 ناقد وباحث واستاذ في السينما اشتركوا في القلم. يعني انا اعتذرت عن المشاركه، بس 32 ليه اعتذرت؟ قدرت لقيت الاليات، انا يعني كانت ضد قناعاتي. فقلت لهم لا، هنا بدل في الاليه المنطقيه، برغم ان دايما يقول لك هي الديمقراطيه ما هياش اعظم حاجه، بس هي اعظم حاجه بالقياس للديكتاتوريه يعني. فبرضه هنا الاختيار اللي انا بقوله ده، فكره انك كل حد يدي صوت واحد، دي ديمقراطيه. لكن لما بتدي مثلا فيلم 100 وفيلم تاني 75 وفيلم تالت 10، اذا انت اخطات، الخطا فادح. اذا انت انحزت بشكل غير يعني منطقي، ايضا الخطا او الانحياز فادح. لكن اللي بيدي صوت صوت صوت، فانت بتقلل قوي اخطاء الانحياز. صح. وبعد كده نبتدي بعد ما بيخلص التصويت بنبتدي نشوف ده خد كام صوت، ده خد كام صوت، وهكذا. فيبقى في منطق. ده اللي اتعمل
في أسوان لما اتعمل فكرة السينما النسائية، ولا اتعمل أيضا في اسكندرية لما قلنا نعمل اتعمل الاستفتاء على أفضل فيلم كوميدي. كان لازم يتعمل ده. ثانيا أنا كان رأيي أنه لو تساوت الأصوات من الفيصل برضو لازم نخرج بره احنا، يعني ما تخليش الفيصل حكمك انت، لا خلي التاريخ. كنا لسه بنتكلم لما اتكلم عن علي عبد الخالق، لما فيلم اتعمل 72 وفيلم تاني زي مثلا رجع المار لو كنا بصدد حاجه زي كده، وفيلم تاني اتعمل التسعينيات او اتعمل في الالفيه لا وخدوا نفس الاصوات، يبقى تاريخيا اللي اتعمل قبل هو اللي يكسب بديهي. لا تتدخل انت في انك تقول لا اختار ده افضل وده ده ايضا ده لم يحدث. ف يعني الحاجات دي لو اتعملت هتبقى الامور اسهل. طبعا في مثلا ناس بتسال ليه محمد صبحي، ومحمد صبحي عمل 25 فيلم بالمناسبه لم يتم اختياره. انا رايي الشخصي محمد صبحي افلامه اللي غير كوميديه اللي بدا زي الكرنك، ابناء الصمت، بالوالدين احسانا، اين المفر، وراء الشمس، افلام مهمه قوي. صح جدا، اتفق جدا. وممثل جميل لما بيعمل كوميديا، لانه اسلحه محمد صبحي بتتوهج على المسرح قوي. في السينما لا، بالذات لما بيعمل كوميديا، لان هو بيخش لها بمفتاح هنعمل كوميديا. هتلاقي كل الافلام اللي عمل فيها شخصيه كوميديه واخده شويه من علي بيه مظهر، واخده من سنبل، يعني كاركترات. لكن جينات صبحي وقوته والتاريخ هيؤكد مع الزمن. لو انت بتعمل افضل مسرح في تاريخ مصر، ومسرح المصري تاريخه حافل طبعا، لازم صبحي هيبقى هيحتل مكانه مهمه جدا من الاوائل جداً. رغم بتتكلم على اكثر من 100 سنه، بس لازم تحط صبحي في الاوائل، تحط تجربته، تحط اصراره. ده راجل بيحط من جيبه فلوس وبينتج. صح. وبيعمل وبيخسر وبيطلع تاني ويقدم فكره وفكره جريئه، وهو بيكتب وبيخرج وبينتج، واخد بالك؟ هو الدي ان اي بتاعه مسرح. برافو عليك. جيناته مسرح، جه من الطراز الاول. وهو نفسه، طب ما هو بعد عن السينما 30 سنه. لو انت بتحب السينما زي ما تحب واحده، هتبعد عنها 30 سنه؟ اكيد لا. فهو بعد عنها بس ما بيعرفش يبعد عن المسرح كتير. ما بيبعدش خالص. لا يحتمل. لا لا ما بيبعدش خالص. ولو مش عارف، لو ما فيش عرض هتلاقيه قاعد بيكتب حاجه، بيكتب بيفكر وبيتابع وبيفكر. بس انا يمكن هختلف، يمكن انا فاضل لي دقيقتين صح؟ هختلف في نقطه. هو كمان مش بس مساله الكوميديا، يعني انا بشوف ان الاستاذ صبحي في غير الكوميديا اكثر تالقا حتى على المسرح. يعني ممكن ده يكون رايي الشخصي، انا اتعرفت او بالادق حبيت ويليام شكسبير دي زمان قوي، لما عمل هاملت. لما عمل هاملت طبعا كانت بداياته 75 اظن. انا كنت قد كده، مش باين من الارض، اول مره شفت المسرحيه دي في التلفزيون. وانا بدعو فعلا ان احنا نذاعها تاني. شفتها واتهبلت. لا لا طبعا، في المدرسه طبعًا. لقيت نفسي باخد ويليام شكسبير في المدرسه، فلقيت ان العرض ده، فلقيت نفسي اللي هو بس خلاص. قلت له مره كده، قلت له حضرتك السبب في ان انا رحت اشتريت الاعمال الكامله ويليام شكسبير من لندن بالانجليزيه القديمه. لا طبعا، بقول لك هو 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 مسرحجي زي ما انت قلت من الطراز الاول. كويس. لما عمل سينما في البدايه، انا فاكر مره حكى لي هو، حتى كان في فيلم الكرنك كلهم بيقولوا، كان صلاح جاهين قاعد وممدوح الليسي وعلي بدرخان. كويس. فريق العمل قال لي، واحنا هم قاعدين كل واحد بيقول عايز ازود مشهد، عايز الوحيد اللي قال عايز اشيل. فصلاح بيقول له انت عايز ايه؟ قال له عايز اشيل مشهد. قال له انت هتشيل؟ قال له لان الايقاع وان المشهد ده ممكن يشيله. فعجب جدا صلاح جاهين ان حد في بدايه، خد بالك اللي بتتكلم على سنه 76 الكرنك 76 ان حد في بدايه مشواره بيشيل، عايز يشيل مشهد. هو حسبها بعقليه مخرج وحسب الايقاع. لا لا، وفنان وقاري وبتاع. فهو من يعني طبعا جيناته صحيح مسرحيه، لكن عندما عمل بالسينما اعمال حتى في البدايات غير كوميديه كانت بتشير الى موهبه ممثل سينمائي. في الكوميديا كان شويه بعيد عن انه يبقى هو في الصداره.